السلام عليكم. سي اس اف هو عبارة عن سائل النخاعي، هو السائل اللي بيحيط الدماغ او المخ والنخاع الشوكي، بيحافظ على الاعضاء الحساسة ديت من الصدمات، بيستخدم كوسادة بتحافظ عليهم او بتمنع يعني اي اذية ليهم من الصدمات. سي اس اف اسبريشن بيتاخد في حالات المنجيتس او التهاب السحايا او التهاب السحائي، وده بيتميز ان هو بيكون فيه يعني هدك وبيبقى فيه صداع وتصلب في عضلات الرقبة، وممكن يبقى فيه تشنجات. السي اس اف عشان يتسحب لازم الشخص اللي يسحبه يكون شخص، طبعا يكون شخص مؤهل ويكون متدرب تدريب جيد، ولازم يكون في السياسات بتاعة المستشفى محددة يعني البريفليج بتاع كل شخص، هل ينفع يعمل كذا او لا. فينفعش مثلا نائب بالذات لو جونيور ان هو يسحب سي اس اف. سي اس اف ده invasive تكنيك، بتسحب من مناطق يعني حساسة جدا كلها خلايا عصبية، والخلايا العصبية الجسم مقدرش يجددها، فدي حاجة طبعا يعني ممكن ان انا اذي المريض، فلازم الشخص يكون بيسحب يكون فاهم بيعمل ايه. الحاجة التانية العينة نفسها عينة قيمة precious sample، يعني مش سهل ان انا لانها لو اتسحبت غلط او حصل traumatic tap او whatever ان انا اجيب عينة تانية بعدها مباشرة، ده امر مش سهل. او طبعا خسارة العينة ديت انها تتركن مثلا، فبالتالي تبقى ما هيش مناسبة، ما هيش عينة صالحة، او انها تقع انابيب نفسها تقع وافقد العينة دي لسبب او لاخر، يعني تفقد صلاحيتها او افقدها هي شخصيا. السياسة بتسحب على 3 انابيب، واحيانا بيسحبوا على انبوبتين، ويعني لو حد مش شاطر قوي في السحب وكمان ممكن يسحب في انبوبة واحدة. بيبقى لازم الشخص اللي بيسحب العينة يكون فاهم ان السي اس اف دوت في جسم الانسان هو سائل معقم sterile sample او sterile fluid، وبالتالي لازم وانا بسحب العينة احافظ على sterility ديت، فاستخدم strict aseptic technique. احط لكم في صندوق الوصف طريقة سحب السي اس اف، فيديو ديمونستريشن طريقة سحب السي اس اف، وكمان العينة بعد كده اتسحبت، طبعا اتسحب في انابيب معقمة سواء جاية من مصنع معقمة وصالحة يعني الاكسباير ديت بتاعها valid. والحاجة التانية ان تكون ممكن يعني الاوبشن التاني يكون لو في المستشفيات في وحدات تعقيم مركزي او كده، ممكن طبعا ان هي اللي تعاقم التيوبس، بس لازم طبعا الناس يعني تبقى فاهمة ان التيوب سواء هي او غطوها لازم تكون اوتوكلابل قابلة للتعقيم، ما تكونش بلاستيك هتخش الجهاز التعقيم تسيح جوه، ما يتغطاش بقطنة، لان انا بستخدم سائل، السائل ده ممكن القطن تشربه، فدي دي من الاخطاء اللي بتحصل يعني في تحضير التيوبس. العينة لازم انها تروح المعمل بعد ما تسحب بسرعة، لان لازم بروسيسنج يبقى يعني اقصى حاجة ساعتين، في ناس بتقول كمان نص ساعة، وبالتالي لازم المعمل يكون متبلغ قبل ما الكلينيشن يقرر ان هو هيسحب العينة، لازم يقول المعمل في عين سي اس اف جاية، وبالتالي بي ريدي. الترانسبورتيشن بتاع العينة من مكان السحب وحتى المعمل لازم طبعا يكون سيف، من حيث طبعا يعني ميكانيكال، العينة ما تقعش ما تخبطش ما تتعرضش لأي انفكشن، احافظ على الستيريليتي اللي انا حافظت عليها في السحب لغاية توصل المعمل، وزي ما قلنا توصل المعمل as soon as possible. وفي نفس الوقت لازم طبعا نهتم زي اي حاجة في الدنيا بال patient identification، ومن ضمن طبعا دوت ان انا اكتب تاريخ سحب العينة والساعة طبعا ومين اللي سحبها ويمتي. بتروح المعمل بيبص على
العينة ديت مايكروسكوبيكلي، هي حاجتين مهمين طبعا، بص على اللون وعلى الكلاريتي. يعني النورمال سي اس اف بيبقى زي المية، كالر ديستنت كلير، ملوش لون ولا، وبيبقى شفاف. يعني اقدر ان انا لو حطيت ورا التيوب ورقة فيها كتابة اشوفها بشكل واضح، ان مفيش اي تربيديتي ولا اي يعني كده جريد من التربيديتي. التربيديتي ليها معنى، يعني لو البروتينز عالية، لو السيلز عالية، لو في بلاد روماتيك تاب او تيفر، هيحصل اختلاف في اللون وفي الاسبكت بتاع السي اس اف. في 3 categories of examination اتعملوا بعد الميكروسكوبيكال examination، اللي قلنا بصينا على اللون وعلى الاسبكت، color and aspect. او في طبعا المايكروبيولوجيكال examination، انا بتروح معمل مايكروبيولوجي بيولوجي، ومهم جدا طبعا ان بعرفين السن بتاع العيان، وايه الاحتمالات، يعني نسيت اقول ان يعني بنعمل السي اس اف عشان بنبقى شاكين يا في مننجايتس، التهاب الساحية، او مثلا سباركنود هيمرج او وات ايفر. سن المريض مهم، لان الانفكتيف اورجانيزمز في بعض الاعمار السنية ممكن تكون في انواع يعني محتاجة يعني نزود لها تغذية اكتر في الميديا اللي بنستخدمها. الاورديناري ميديا ممكن تديني فولس نيجاتيف، فانا ممكن احتاج ان انا احط فاكتورز معينة، احتاج ان مثلا الاجار يكون شوكليت بلاد اجار، مش اورديناري بلاد اجار. ممكن احتاج يبقى فيه كربون دايكسايد في الانكيوبيشن، وبالتالي مهم جدا يعني ان السي اس اف نبقى عارفين هو مش بيتزرع بطريقه، يعني هو محتاج زراعه بطريقه اقوى شويه من العينات التانية زي البلاد او اليورين، والا هيديني فرص نيجاتيف. وانا شخصيا في حياتي الوظيفيه كلها ما شفتش سي اس اف طلع حاجه، وكله بيدي نيجاتيف، بس احنا بنقول يعني المفروض تعمل. تاني كاتيجوري في تيست او نوع التحليل التاني اللي بتعمل على السي اس اف، وهو سيتولوجيكال اكزامينيشن، ان انا بشوف الخلايا. الخلايا طبعا ممكن تكون وايت بلود سيلز او ريد بلود سيلز. الحاجه اللي مستخدم بيها يعني، او السلايد اللي مستخدمها بتبقى سلايد، مش سلايد العاديه الزجاجيه، ولكن سلايد اسمها هيموسايتومتر. الهيموسايتومتر ده بيبقى عباره عن يعني حجرتين، او يعني تو ميرور ايمج كده، حاجتين زي بعض، يعني بستخدم واحدة فيهم. بيبقى عبارة عن 9 مربعات قد بعض، كل مربع طوله 1 ملي وعرضه 1 ملي. والمفروض ان ارتفاع الهيموسايتومتر بعد ما احط الكفر سلايد بيبقى مكتوب على، هو طبعا المفروض استخدم الكفر سلايد اللي بتيجي مع الهيموسايتومتر، بيبقى مكتوب الارتفاع على الهيموسايتومتر، غالبا بيبقى 0.1، ولكن في بعض الاحيان بيبقى مختلف. فده مهم قوي ان يتبص على الرقم ده، لان ده رقم هستخدمه في الكالكوليشن بتاعي. زي ما قلت، كل مربع من 9 طوله وعرضه 1 مايكرو، يبقى طوله 1 في 1، وارتفاعه في الغالب بيبقى كمان هو كمان 1 مايكرو. فبالتالي انا في المربع الواحد، عدد الخلايا في المربع الواحد هتبقى بكيوبيك ملليمتر. المربعات نفسها مختلفة، يعني هي احنا قلنا حجمها كلهم زي بعض، ولكن تقسيمتهم تحت الميكروسكوب هنلاقيها مختلفة. ال4 مربعات اللي من بره كل واحد فيهم متقسم ل4 مربعات في 4 مربعات، يعني 16 مربع. يعني كل الطول 4 مربعات، العرض 4 مربع، فكل واحد فيهم 16 مربع، ودول اللي بتعدي فيهم الوايت دوت سيلز. المربع اللي في النص اللي هو اللي في السنتر، ده المربع اللي بتعدي فيه الريد بلود سيلز. المربع اللي في النص بيبقى متقسم ل5 مربعات في 5 مربعات، طول 5 في العرض 5، وبالتالي بيبقى عدد المربعات الصغيرة جوه المربع الكبير 25 مربع. والعد بتاع الريد سيلز بيبقى في الخمسة اللي من بره اللي في الكورنرز، والمربع اللي في النص، فبنعد في 5 مربعات من 25 مربع. تمام، الكلام اللي بقوله ده مهم عشان نعرف الكالكوليشنز بيجات ازاي. غالبا عد الريد بلاد سيلز مش بيديني يعني اهميه قوي، والتخفيف بتاعه بيبقى بالسلاين،
whatever بقى، لو انا شايفاها طبعا العينه اتسحبت كويس وما فيهاش ريد سيلز، ما هيش تروماتيك تاب او سابر كونت هيمريدج، فبالتالي ممكن يعني ما اشوفش ريد سيلز اصلا، فممكن ما اخففش يعني. لكن لو الخلايا عندي كتيره هضطر ان انا اخفف، وزي ما قلت بسلاين الوايت بلاد سيلز، وده اللي يهمني اكتر. الوايت بلاد سيلز بيتخفف بمحلول عاد الدم الابيض اللي هو بيبقى عباره عن جليش الاسيتيك اسيد وصبغه بقى، اي حاجه كريستال فايولت ليشمان ستين او ميثلين بلو او وات ايفر، او حتى يعني يعني ممكن محلول حتى الريد تيكلوسايتس اللي هو الكريستال اللي هو البريلين كريزايد بلو، بس طبعا نتاكد ان هو يعني الصبغه المستخدمه ما يكونش ليها تاثير على الخليه، غالبا ما لهاش يعني. بيبقى طبعا تنج من الصبغه على الليش اسيد اسيد المخفف بديستل ووتر، بحيث ان هو يعني بيسهل ان نشوف الخليه تحت الهيموسايتوم تحت الميكروسكوب. يعني هو هنا في البرزنتيشن بيقول التخفيف 1:4، بس whatever التخفيف يعني، حتى لو خففنا 1:2 اعرف بس الدايلوشن فاكتور بتاعي كام. وزي ما قلنا الوايت بس بتعدوا في الاربع مربعات اللي بره اللي هم كل واحد فيهم 4 في 4 كل واحد فيهم 16. دي الطريقه تراديشنال او الموجوده في الكتب. في بعض الناس لما بيلاقوا السي اس اف يعني عدوا ما لقوش خلايا بيعدوا في التسع مربعات، في بعض الناس يعني مبقاش عندها ضمير فتعدوا في مربع واحد. وفي احيانا يعني بيكون عدد خلايا كتير بس ده يعني مش بيحصل كتير، بيعدوا في مربع واحد، ممكن يحصل في other biological fluids يعني. طيب لو الخلايا اللي انا عديتها في الاربع مربعات وانا محتاجة اعرف او الاستيميشن بتاع الرقم اللي انا هحطه هو رقم فيه كيوبيك مليمتر، انا فبالتالي انا على الارتفاع التقليدي اللي هي مسيطرة 0.1 سنتي، والطول والعرض بتوع كل مربع قلنا واحد في واحد فده كيوبيك مليمتر. طيب انا عديت في اربعة يبقى انا هقسم على اربعة، لو عديت في اربعة هقسم على اربعة، لو عديت في التسع مربعات هقسم على تسعة، لو عديت في مربع واحد مش هقسم على حاجة لان هو ده التارجت بتاعي. وبضرب في الديلوشن فاكتور عشان العينة كده عملنا لها ديلوشن، وبضرب بعد كده في الارتفاع المذكور فيها على مكتوب على الهوم سيتومتر، يبقى نضرب في 10 او بنقسم على ال 0.1، فبالتالي هضرب في 10 كمان، يبقى هضرب يبقى هضرب في 10 وهقسم على 4، هضرب في 10 وفي الدايليوشن فاكتور وهقسم على 4. بالنسبه للريد سيلز ده عملت الدايليوشن هضرب في الدايليوشن فاكتور وهقسم على 0.1، او لو الهيمو سيتومتر طبعا كان 0.2 ماشي هقسم على وات ايفر يعني الارتفاع بتاعها. وانا بعد في اربع بعد في خمس مربعات من اصل 25 مربع بتوع المربع الكبير اللي هو حجمه 1 كيوبيك مليمتر، وبالتالي هضرب في 5 يعني، هضرب في 5 وهضرب في الديليشن فاكتور وهقسم على 0.1. ده بالنسبة للعد. نورمال سي اس اف في ال كبار الادلتس بيبقى السيلز فيها من 0 ل 5 ليمفوسايتس بير كيوبيك مليمتر، ما مش بقاش فيه نيوتروفيلز خالص في اي عمر من الاعمار ولا باي كميه بيبقى فيه نيوتروفيلز. الليمفوسايتس من 0 ل 5 في الكبار، وفي النيونيتس ممكن تبقى اب تو 30 برضه ليمفوسايتس بير كيوبيك مليمتر، النيوتروفيلز مش المفروض ان احنا نشوفها. طبعا في عشان بقى احدد انا كده بالهيموسايتومتر جبت التوتال لوكوسيتيك كاونت، عاوز اعمل ديفرنشال عشان احدد نوع الخليه، فبنصبغ بنعمل سنتريفيوج بندور العينه وبصبغها بليشمان ستين وبعمل ديفرنشال لوكوسيتيك كاونت، واضرب بقى كل نسبه من السيلز في التوتال وايت بلاد سيلز هيطلع لي كم عدد اي نوع من السيلز سواء ليمفوسايتس او نيوتروفيلز، او لو شفت مونوسايتس او وات ايفر هيطلع لي النمبر بتاعها، وده بيبقى دوكيومنتد في الريبورت. حاجة كمان مهمة ان في بعض الاحيان، وده جزء يعني خاص بالمايكروبيولوجي، ان في بعض الاحيان لو في شك مثلا ان العينة فيها بكتيريا ممكن اعمل جرام ستين، لو في شك ان هي ممكن تكون
فيها تي بي تيبركلوز بنصبغ زيل نيلسون، اي يعني اورجانيزم انا شاكه فيه بصبغه بالصبغه المناسبه. اخر كاتيجوري من الاناليسز او تيست للسي اس اف اللي هم الكيميكال اكزامينيشن. كيميكال اكزامينيشن في كذا حاجه، لكن الحاجات المين هم اتنين، الجلوكوز والبروتين. عشان اعمل جلوكوز استيميشن في السي اس اف صح، يبقى لازم عينه السي اس اف وهي بتتسحب في نفس الوقت تسحب بلاد سامبل من العيان في نفس الوقت، عشان احد اقيس له الجلوكوز في البلاد واقيس له الجلوكوز في السي اس اف. والنورمال بيبقى تلتين في السي اس اف، بيبقى تلتين البلاد جلوكوز ليفل. فانا يعني الفكره اللي بتتكتب دايما في التحاليل من 40 ل 60 او ل 70 ملي جرام بير دي ال، دي مش اكيوريت. لان يعني سبوز ان الشخص مثلا عنده هايبوجلايسيميا او عنده هايبر جلايسيميا، طب يعني الرقم ده مش هيبقى مسليدنج، هيديني فولس ريزلت. ان النتيجه طلعت صح ولكن الانتربريتيشن هيبقى غلط. هنا وجزء طبعا الانتربريتيشن انا احط النورمال فاليوز. بالنسبه للجلوكوز استيميشن سي اس اف، هو بيتعمل بنفس الطريقه اللي بتستخدم في البلاد. يعني وات ايفر بقى المعمل بيستخدم اي طريقه، هو عادي ممكن استخدمها في السي اس اف. طبعا الجلوكوز ليفل مهم، لان في حاله الانفكشن خاصه البكتيريال انفكشن، البكتيريا هتستهلك الجلوكوز، وبالتالي الجلوكوز في السي اس اف هيبقى اقل من النورم. برضو انا مش هقدر اؤكد ان هو اقل من النورم الا لو انا قايسه البلاد جلوكوز ليفل، وكان السي اس اف ليفل تلتين البلاد جلوكوز ليفل. تاني تيست اللي هو البروتين ان سي اس اف. البروتين في البلاد بيتقاس، اليونت بتاعته بتبقى جرام بير دي ال، والبروتين في السي اس اف وفي اليورين كمان بيبقى بالملي جرام بير دي ال، يعني الكميه اللي في السي اس اف او في اليورين بتبقى اقل بكتير من الكميه الموجوده في البلاد. فالطريقه اللي بتناسب ان انا اعمل توتال بروتينز في البلاد ما بتناسبش السي اس اف. فدي مهمه برضو ان نبقى عارفين ان الكيت بتاعه البلاد بتاعه التوتال بروتين ما تستخدمش في السي اس اف بروتين استيميشن، مش دي مش مناسبه. النورمال بروتين ليفل في السي اس اف بيبقى من 15 ل 40 او 45 ملي جرام بير دي ال. طبعا الكلام اللي انا بقوله ده roughly، لو هنتكلم more accurate ممكن يبقى يعني له علاقة بالسن، بس بتبقى فروق طفيفة. يعني اللي انا بقوله ده يعني هو تقريبا الكلام اللي يعني مهم. بروتين ممكن طبعا يزيد في حالات البكتيريال انفكشن، يبقى البكتيريال انفكشن هلاقي في تحت الهيموسيتومتر وايت بلاد سيلز عالية وبتكون نيوتروفيلز وات ايفر نمبر، لان المفروض ما اشوفش ولا واحده، وبيبقى الجلوكوز اقل من النورمال، بروتين اعلى من الطبيعي من النورمال. وطبعا لو عملنا كالتشر للسي اس اف هنلاقي ممكن طبعا ان احنا نعمل ديتكشن للاورجانيزم، نشوفه يعني يبقى منينجو كوكاي او هيموفلس انفلونزا او وات ايفر، ممكن اشوفه في يعني ممكن الكالتشر بعد كذا يوم يطلع. زي ما قلنا عينه السي اس اف دي بريشس سامبل، وبتيجي بكميات صغيرة، الفوليوم بتاعها مبيبقاش كبير، فلازم طبعا التعامل معاه يبقى بحرص شديد ما نبوظهاش. في المايكروبيولوجيكال في المايكروبيولوجي لاب لازم برضو يبقى فيه strict aseptic technique، زي ما طلبنا من الكلينيشن ان هو يسحب العينة ب strict aseptic technique، برضو في المعمل لازم التعامل مع اي عينة طبعا في الدنيا لازم يكون بالطريقة ديت، عشان اقدر اطلع نتيجة صح. ده الكلام اللي حبيت اقوله في الـ CSF. طبعا كل ما